حضرتك من اللي برحب بيك ومنورنا، واخيرا يعني سعدت بمعرفه حضرتك شخصيا، دي حاجه تسعدني جدا. منورين في المعرض تالف الطين والنار. المعرض انا الفكره اصلا بدات الحلي بالخزف، الحلي الخزفيه، عشان to wear a piece of art، يعني تخلي كل شخص لابس قطعه عمل فني مكتمله من الالف الى الياء وقادر يتحرك بيها، بيقتنيها ماستر بيس، مفيش قطعه متكرره. وبدأت أدخل الخزف مع المعدن، بس البطل دايما هو الخزف، يعني دايما قطعة الخزف هي، أنا متحيزة للتخصص يعني الخزف دايما هو البطل، ويعني مستخدمة تقنيات مختلفة في الطلقات الزجاجية وفي الحريق، تقنيات حريق مختلفة، والتشكيل كله يدوي هاند ميد سواء المعدن أو الخزف. ما حبيتش الحالة بتاعت دايما الحلية أو الجولري دايما بتبقى في صندوق زجاجي دايما محبوس كده. أنا حسيت إن الشغل بتاعي مش قادر أحبسه الحبسة اللي بتبقى موجود فيها قطع الحلي، وهو من الأرض، يعني هو في الآخر من الطين، فحبيت أعرضه على كمان قطعة من الأرض، ولقيت الزلط الكبير مناسب، ويعني فكرة مختلفة شوية للعرض يعني. لكن فكرة حبس العمل الفني في قفص دي ما قدرتش، يعني لو أنا بعملها كقطعة حلي بس يمكن كنت قدرت أتحملها، بس أنا بشوفها إنها قطعة عمل فني بس صغيرة في الحجم. بس ممكن أنا حبيت أخرج فكرة الحلي إن هي الملبوسة بقطعة صغيرة تبقى أوبجكت في حد ذاتها كبيرة على الحيطة أو كأنها تضخمت في مكانها، وبرضو حبيت في القطعتين اللي أنا عملتهم اللي ممكن تبقى بداية فكرة معرض تاني الله أعلم، مش عارفة، برضو ربطت بين الأرض والسماء، يعني الألوان هنا هتلاقيها ألوان السماء والأزرقات والحاجات، وهنا ألوان الأرض وأشكال التشققات بتاعت الأرض، والتشكيل كمان فيه من الفورم البشري شوية، يعني كده فكرة. ربنا يخليك. أنا اللي بشكركم جدا على وجودكم، ونورتوني وأسعدتوني فوق ما تتخيلوا والله.